فاحنا النهارده حطينا حظر على تجول التكاتك داخل العاصمه وداخل المناطق الحضريه في المدينه. اما في الارياف سايبينه، وقلنا ان احنا نرخص هذه التكاتك، يعني يتم ترخيص تكاتك عشان اقدر احاسبه، يعني لو ماشي عكس الطريق، لو ماشي في حته غلط اقدر احاسبه. مشكله النهارده اللي بيسوق التوك توك ده عيل صغير معهوش ولا بطاقه ولا رخصه ولا اي حاجه، فحتى ما بتمسكه مفيش حاجه تقدر تعملها. فاحنا النهارده بناخد التوك توك وبندفعه 2500 جنيه، وبناخد التوك توك بنشيل التوك توك لمده شهر، من يعني ما يقدرش يستخدمه لمده شهر. فعشان ياخده تاني لازم يدفع 2500 جنيه. 2500 جنيه. فدي بعض القرارات اللي احنا خدناها عشان نمنع هذا الموضوع. وطبعا مع المرور بنشدد جدا على جزئيه التكاتك. في نشوف تقرير عن التكاتك والمرور في الجيزه. عاصمة مصر الفرعونية ومحور التقاء شمالها بجنوبها، على أرضها يقبع هرم خوفو أحد عجائب الدنيا السبع. محافظة الجيزة تمتد حدودها بين حدود محافظة البحيرة شمالا ومحافظة بني سويف جنوبا، ويفصلها فرع رشيد عن محافظة المنوفية غربا، ويحدها شرقا محافظة القاهرة. مساحتها 85,153 كيلومترا مربعا، يعيش عليها ما يربع عن 7 ملايين مواطن حسب تعداد عام 2015. 7 ملايين مواطن يشكو أغلبهم من ضعف الخدمات أو حتى غيابها. فعلى جانبي ترعة المنصورية وفوق مياهها أكوام من القمامة تعادي الحركة السياحية، حيث تمر الأتوبيسات السياحية يوميا من هذا الطريق. أتوبيسات السياحة وهي معدية من هنا بتصور في الزبالة، وادي صناديق الزبالة مرمية على جنب اهي، وبرضه بيسيبوا الصناديق وبيرموا في الترعة. ما هو الناس هتعمل ايه؟ دي لو مردومة زي الحتة اللي قدام اللي هي في الجنينة دي وفي نظافة وفي الكلام ده، مش هيبقى في رمي هنا كده في الزبالة. وغير حاجات ميتة في الترعة، فمنظر يعني ما يليش على مصر. عياله قاعدوا في البيت، انا عندي 3 عيال قاعدين في البيت مش لاقيين، مفيش، بسبب الزباله والقرف. فين السايح اللي ينزل على الزباله دي؟ فين السمان دي كلها عايشه على السياح؟ شايف المنظر دلوقتي، احنا مش عارفين كل اللي يجي بالاوتوبيسات بيصور وبتاع وحاجات، يعني زي ما شايف. وبرده الناحيه الثانيه برده زي ما حضرتك شايفه، وبيمنعوا الحاجات دي اللي بتمنع السياحه فعلا اللي هي تنزل وتيجي. مفيش سياحه بسبب الوساخه وبسبب الزباله وبسبب الناس في البلد، مش مفيش اهتمام. قمامة بطريقة غير معقولة، عشان يقولوا ان احنا بنشيل القمامة قدام سيادتك، ادي القمامة الناحية دي والناحية التانية، وطالبنا بزيادة الصناديق وعربيات تشيل القمامة، مفيش فايدة. عمال النظافة اللي كانوا تبع الحي في الاول يختلفوا عن بتوع الشركات اللي هم حاليا موجودين. اللي موجودين دلوقتي لما بنتكلم مع المشرفين بتوعهم سايبين العمال بتوعهم يتسولوا ويلفوا على البيوت عشان ياخدوا فلوس للاسف الشديد، ولا حد بيتابع. وزي ما انت شايف موضوع الزباله، الصناديق مرميه اكتر من 2 وـ3 شهور، عربيات مركونه ممكن تتفخخ باي قنابل، اي حاجه مركونه، طبعا شكل سيء. وفي شارع زغلول يشكو السكان هناك من انتشار القمامه التي تعيقهم عن اداء اعمالهم وتكسب رزقهم. انا بسبب الزباله دي اللي هي بتوصل نص الشارع، المحل بتاعي مقفول، الزبون بيخش ما بيستطعمش بالاكل. الزباله جيتوا بعد ما اتشالت، الزباله كده بتوصل لنص الشارع، شارع الزغلول اكتر من 20 متر، ما بيبقاش منه الا 6 7 متر زباله. محلات طالعه بروز، سوق، تكاتك، شارع واسع جدا والطريق بيقف فيه اكتر من ساعتين. الوضع ده زي ما هو على طول، ورامي ناس والحاجات تيجي من بره، مخلفات، لازم يتحط لها حل الحته دي. بينضفوا بياخدوا بعدين ويمشوا، والزباله محطوطه زي ما هي. بيجي بيلودر بيجي يشيل كفتين ويروح سايب الباقي ودنيته ماشي. شارع الزغلول مشاكله الكمامه والعربيات اللي هي الميكروباصات اللي بدون ترخيص، هو الطريق المكسر بقاله 100 سنه مكسر، ما حد سال فيه. الطريق لا يصلح لمرور المواطنين بسياراتهم ولا على ارجلهم، فالحفر والبلاعات تملأه، وعشوائيه مرور الميكروباصات والتكاتك تزيد الطين بلة. السودة كل يوم بيحصل مشكلة، بالذات التكاتك بيقف من الأول لآخره، مش عارفين نطلع بالعربية من الشارع بتاعنا، ده ينفعش خالص. كلهم طبات
والسوق قافل الشارع. يا ريت السوق يشال من هنا اصلا، ده واحد عيان ولا حاجه محدش هينقذه، هيموت في العربيه وهو ماشي. كل يوم كوارث في الشارع، بهدله والعيال بتخبط في الشوارع، ومش قادر اقول لك الدنيا ماشيه ازاي في الشارع. طريق متكسر بشكل مبالغ فيه جدا، عباره عن حفر ومطبات، على الرغم ان هو قبله بشويه مرصوف، الا ان احنا بنركن عربياتنا في مكان بعيد خالص، لان ما بنعرفش ندخل هنا اساسا. مش عارفين نمشي بطولنا من الشارع. من الاسواق هنا بياعين هنا وبياعين، مش عارفين نمشي. هنمشي ازاي احنا اهو؟ الطريق واقفه. واقفين عشان نروح مشوار نقعد 3 ساعات لما نطلع من الحته دي. شارع زغلول. شارع زغلول اه. أزمة المرور هنا ليست أزمة مرور السيارات فحسب، بل مرور المواطن على قدميه أيضا بطرق غير معبدة تتخمها أكوام القمامة وبائعين ومواقف ميكروباصات غير شرعية وتكاتك لا ضابط لها ولا رابط. كل ذلك بأحياء وشوارع منطقة يفترض أنها على قائمة المناطق السياحية في مصر. محافظة الجيزة، ياسمين الضوي بوضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة.